في علم الاجتماع وفي علم التاريخ للعلامة عبد الرحمن الدخلبول، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. المقدمة هي المشهورة لأن فيها العديد من الفصول المتعلقة بعلم التاريخ وبعلم الاجتماع، ويعتبر عبد الرحمن الدخلبول من أسس لعلم الاجتماع في العالم كله. هذا الكتاب يتعلق بمدينة تونس، حاضرة عربية متوسطية. هذا الكتاب يتعلق بمدينة من أقدم المدن بالبحر المتوسط، لم تكن تحمل هذا الاسم ولكنها صارت تحمله تونس، عربت وتشير إلى أنها تؤنس من يفد إليها. وهناك كتب أخرى تتعرض لمدينة تونس ولتاريخها العريق. هناك المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس لابن أبي دينار، وهناك عدد من الكتب الأخرى التي تشير إلى مدينة تونس باسم ترشيش، دليلا على أنها من أقدم المدن في البحر المتوسط. هذا كتاب العمر لمؤرخ تونسي، بل لعالم تونسي، وهو حسن حسني عبد الوهاب، يتحدث فيه خاصة عن تاريخ تونس وعن عدد من المسائل ذات العلاقة بالتاريخ، خاصة بالتاريخ، ولكن لم يكن فقط مختصاً في التاريخ، بل أيضاً كتب في عديد المجالات الأخرى. وحتى حينما وضع شعار الدولة التونسية وجسم في الطغراء، تم عرضها على حسن حسني عبد الوهاب ليبدي رأيه في تلك الطغراء التي تم وضعها بعد استقلال تونس. ويتحدث هنا انبثاق الحضارة التونسية، أن شأن هذا البحر المتوسط لشأن عجيب، مهد الحضارة ومبعث الرسالات ومنبع الشعر والفن والسحر. هذا كتاب في التاريخ من بين أهم الكتب التي كتبت حول تاريخ تونس، ويتحدث فيه أحمد ابن أبي الضياف عن جزء عن تاريخ تونس إلى حدود آخر القرن التاسع عشر. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان. وكنت منذ قليل أتحدث عن التجربة التونسية الثرية في المجال الدستوري، التجربة ثرية جدا وفي العالم كله وليس في المتوسط. ذكرت دستور قرطاج الذي تعرض له عدد من المؤرخين، ولكن أيضا هناك دستور آخر في مطلع القرن السابع عشر تم وضعه في تلك الفترة وتم توزيعه على السكان حتى يلوذوا بما فيه إن توقعوا حيفا كما قيل في ذلك الوقت من الخاصة. دستور غير معروف ولكنه يدل على ثراء التجربة الدستورية التونسية. ثم هنا أحمد ابن أبي الضياف يتحدث عن عهد الأمان خاصة، وعهد الأمان فيه أمانات أربعة، ويتحدث عن الأمانة على النفس وعلى العرض وعلى المال وعلى الدين، واعتبر بمثابة الأعلان عن الحقوق علما، وأنه تم وضع نص جديد أيضا في المجال الدستوري، ويتعلق هذا النص بإعلان حقوق الراعي والرعية
الذي تم توزيعه على السكان في بداية سنة 61,800,000 في إعلان لحقوق الراعي والرعية، وهو بمثابة التمهيد والمقدمة لقانون الدولة التونسية المؤرخ في 26 أبريل من سنة 61,800,000. ثم بعد ذلك تم تعليق العمل بهذا الدستور، ولكن كانت هناك عديد المطالبات بدستور لتونس وعديد المحطات التاريخية الثرية التي تدل على تعلق التونسيين بفكرة الدستور، وجاء دستور تونس الأول بعد ذلك بعد الاستقلال في 1 جوان في نفس هذا اليوم من سنة 59,900,000 بعد الاستقلال، وتم تضمين جملة من الحقوق فيه، وتم وضعه من قبل المجلس القومي التأسيسي الذي تم انتخابه في مارس من سنة 56,900,000، وتم وضع دستورا في تلك الفترة بناء على التوازنات السياسية التي كانت موجودة، هذا دون الحديث عن التجربة أو عن التعديلات الدستورية التي أدخلت عليه، وعن الدستور التونسي الحالي المؤرخ في 25 جويلية من سنة 2022 الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء بعد استشارة شعبية بين فيها الشعب التونسي التوجهات الكبرى التي أراد تحقيقها وتجسيدها وتكريسها في هذا النص الدستوري. هذا كتاب أيضا لأديب تونسي ويتعلق بكل الأعمال الكاملة، ومن بين أهم الأعمال التي تدرس في المعاهد الثانوية كتابه المشهور والذي أثار ضجة كبرى حينما تم وضعه من قبل الأديب محمود المسعدي السد، ولكن ليس له السد فقط، هناك هذا يتعرض للوجودية، وكان هناك نقاش بين الأديب الأستاذ محمود المسعدي الذي تولى وزارة التربية وتولى عديد المسؤوليات السياسية بعد ذلك، كتب أيضا عددا من الكتب الأخرى من بينها مولد النسيان، ومن بينها حدث أبو هريرة قال، هذا فضلا عن عديد المقالات الأخرى، هذا غيظ من فيض وقليل من كثير من ما هو موجود في تونس عن تونس وعن العالم كله. ولدينا والحمد لله تعالى مكتبة نعتز بها، وكما أشرت إلى ذلك منذ قليل، هذه المكتبة الوطنية في تونس تحتوي على عشرات الآلاف من المخطوطات، فهو كنز ثمين، كنز لتونس، ولكن إن شاء الله حينما يتم طبعه ويتم في كثير من الأحيان تحقيق عدد من المخطوطات التي نكتشف فيها الكثير الكثير، ونريد أن نكتشف معا الكثير الكثير في العالم كله. وما هذه المكتبة اليوم إلا دليل على أن هناك تلاقح بين الحضارات، وهناك التعارف بين الحضارات، وكنت منذ يومين تحدثت عن هذا التلاقح الحضري حتى وأن باعدت بيننا المسافات، ذكرت ابن خلدون ولكن ذكرت كونفوشيوس، ويمكن أن أذكر العديد من الرحالة والأدباء الذين تعرضوا إلى الصين، وكما تعرض أيضا الصينيون إلى الحضارة العربية، وذكرت في هذا الإطار عددا من المؤلفات وهي كثيرة.
وكافئتنا في تونس صرايف في تونس في العالم كله وفي جميع المجالات. وثروتنا البشرية وجودك يدل على أن ثروتنا البشرية هي الثروة التي لا تنضب أبدا. أنتم سفراء لتونس واعتزوا بأنكم تونسيون في كل مكان. وتبقى الراية التونسية مرفوعة في كل مكان. J'aimerais bien voir la page précédente. Très bien. La page introductive de cette demande. En Tunisie, pour la Tunisie. Là où je me souligne. Pour la Tunisie. Bien sûr. Fit Tunis. Fit Tunis. C'est notre slogan, monsieur le président. Le message est bien. Bien reçu, monsieur le président. بالنسبة للأشخاص ولكن بالنسبة للدولة التونسية الأساس بالنسبة إلي هو نقل العموم سواء الحافلات أو القطارات. بالنسبة لي المسألة السيارة الفردية خاصة أي خاصة بطبيعة الحال لأسباب العالم، لكن أهم شيء هو